اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف من خلالها بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه والتي تبين اداء مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات جلسه الاحد اولى جلسات الاسبوع، حيث هبط مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 57% ليغلق عند مستوى 14220 نقطه و47 من النقطه. نزل مؤشر اي جي اكس 30 كابت الجديد محدد الاوزان النسبيه بنسبه 46% منهيا التعاملات عند مستوى 17184 منهيا التعاملات عند هذا المستوى، بينما زاد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 بنسبه 66% منهيا التعاملات عند مستوى 532 نقطه و83% من النقطه. وارتفع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 25% منهيا التعاملات عند مستوى 1412 نقطه و5% من النقطه. نتحول الى قائمه القطاعات النشطه في السوق اليوم، حيث كان قطاع موارد اساسيه هو الانشط تصدر القائمه بنسبه 31.48%، تلاه قطاع العقارات بنسبه 18.16%، جاء ثالثا قطاع الخدمات الماليه باستثناء البنوك بنسبه 11.85%، بينما جاء رابعا قطاع اغذيه ومشروبات بنسبه 8.44%. بالنسبة لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبة 52.42%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 45.62%، كما اتجه المستثمرون العرب نحو الشراء أيضا واستحوذوا على نسبة 1.96% من إجمالي التعاملات. ما زلنا مع فئات المتعاملين من داخل السوق، حيث اتجه المستثمرون الافراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبه 27.19%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع وحصلت على نسبه 72.80% من اجمالي التعاملات داخل السوق. عن الاسهم الاكثر ارتفاعا، فقد صدرها سهم العامه للصوامع والتخزين بنسبه 10%، ثم سهم اجواء للصناعات الغذائيه مصر بنسبة 7.62%، ثم سهم شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي يونيفاد بنسبة 6.44%، حل رابعا سهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 5.79%. أما عن الأسهم الأكثر انخفاضا، فقد صدرها سهم حق الاكتتاب لشركة أودن للاستثمارات المالية سالب واحد بنسبة 77.50%، تلاه سهم حق الاكتتاب لشركة أرابيا إنفستمنتس هوندينج 2 بنسبة 21.43%، حل ثالثا سهم التوفيق للتأجير التمويلي بنسبة 9.31%، جاء رابعا سهم مجموعة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 4.66%. هذا وقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 800 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 718.5 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو مليار جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل سعدني أن تكون معي الأستاذة رانيا عقوق خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك أستاذة رانيا. أهلا بحضرتك يا فندم. أستأذنك وأستاذ السادة المشاهدين مراجعة ومتابعة التقرير التالي لأداء البورصة حتى نتعرف على تفاصيل المؤشرات، ثم نبدأ تحليل هذا الأداء، فابقوا معنا. تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد مستهل تداولات الأسبوع متأثرة بعملية بيع للمصريين والأفراد، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 718.5 مليار جنيه وسط تعاملات تخطت حاجز المليار جنيه. أول جلسة من جلسات الأسبوع كان في تباين في مؤشرات البورصة، فكان واضح أن مؤشر 30 وهو المؤشر الرئيسي بينخفض بنسبة 57% ليستقر عند نقطة 14220، وده كان بسبب جني أرباح في المؤشر، كمان جني أرباح في الأسهم القيادية وخاصة في قطاع البنوك اللي شفنا أنه هو بعدم ارتفاعه أدى إلى انخفاض البورصة المؤشر. المؤشر الرئيس للبورصة المصرية اي جي اكس 30 انخفض بنسبة 57%، بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 66%،
كما شملت الارتفاعات أيضا مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنحو 25%. فتح المؤشر الرئيسي، مؤشر رئيسي النهارده، احنا بنتكلم النهارده في بدايه الجلسه كان في ارتفاع في المؤشر السيفنتي، طبعا ده كان مرتبط باحداث خصوصا موضوع الحديد، كان حكم المحكمه بخصوص واردات البليت بالنسبه للحديد، فده النهارده اثر جدا على قطاع الموارد الاساسيه وقطاع الكيماويات، كان في ارتفاع عكس قطاع البنوك والعقارات كان في انخفاض النهارده. ملاحظ في الجلسه النهارده احلام التداول تجاوز 300 مليون، يعتبر احلام تداول ضعيفه جدا. وفي ختام التعاملات ارتفعت اسعار اسهم 53 شركه، بينما تراجعت اسعار اسهم 75 شركه، وحافظت 40 شركه على اسعار اغلاقاتها السابقه. عمليات جني الارباح على بعض الأسهم القيادية ساهمت في تراجع المؤشر الثلاثيني لينخفض بنسبة 57% في مستهل تعاملات الأسبوع. أسماء حسن، النيل. مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا التقرير حول أداء البورصة، نبدأ تحليلنا لأداء المؤشرات والسوق اليوم مع ضيفتي في الاستوديو أستاذة رانيا يعقوب. أستاذة رانيا، لا يزال المؤشر في بداية الأسبوع، لا يزال المؤشر الرئيسي والمؤشر السنوي كلاهما ما بين الصعود والتراجع وحالة المضاربة مستمرة، تقييمك لأداء اليوم والمقاومات المنتظرة؟ مساء الخير واهلا بحضرتك. يمكن اداء جلسه اليوم هو بيتماشى مع الاداء العام للمؤشر اللي احنا على مدار الفتره الماضيه يمكن بنتحرك نتيجه اخبار محفزه على مدار الجلسه الواحده، نلاقي صعود عمليات جني ارباح بعديها بجلسه او بجلستين، يعني خلينا نقول ان السوق بيتحرك على المدى القصير في اتجاه صاعد، ولكن ما زلنا على المدى المتوسط وعلى المدى المتوسط في اتجاه هابط. تمام. بصوره عامه ما زال السوق بيستجيب للمؤثرات الداخلية أكتر من الأخبار العالمية، يمكن بنشوف بعض الأخبار الإيجابية بشأن بعض القطاعات، يعني النهاردة اللي كان بيأثر على أغلب تداولات البورصة ويمكن هنلاحظ من جلسة الخميس والأربع هي الأخبار الخاصة بقطاع الحديد والصلب وبعض القرارات الخاصة برسوم الإغراق من استمرارها أو إلغائها، ويمكن اللي انتهت هذه القصة بصدور قرار وزير الصناعة اللي قال ان رسوم الاغراق هتبقى موجوده لحمايه المنتج المصري على مدار 3 سنين بصوره متدرجه علشان ما يبقاش فيه ضرر كبير على بعض القطاعات او بعض الصناعات الاخرى. تمام. ولكن بصوره عامه خليني اقول لحضرتك ان اداء البورصه المصريه بيتسق مع اداء الاسواق العالميه اللي في حاله من التخوف بصوره عامه، في حركه تذبذبات عنيفه في الاسواق العالميه صعودا وهبوطا، ويمكن بتقودها البورصه الامريكيه نتيجه بقى وجود اخبار ابتدينا نشوف تراجع في معدلات في بعض المعدلات الاقتصاديه اللي بيتم اعلانها، وده اثر بصوره كبيره في حاله من الضبابيه بشان المباحثات ما بين امريكا والصين والحرب التجاريه، كل ده مازال ومن المتوقع ان هو هيلقي بظلاله على اداء البورصات الناشئه. يعني هل في اي شكل من اشكال التخوف حول الظروف الجيوسياسيه اللي في المنطقه، ان يعني كلها اي شكل من اشكال التاثير على البورصه، مع مراعاه ان المعدلات والاداء الاقتصادي والاصلاحات الاقتصاديه والاخبار العالميه حول اداء الاقتصاد المصري متميزه؟ طيب الموضوع ده هيكون سلاح ذو حدين، خلينا نقول ان الاجانب او راس المال بيبقى جبان جدا وبيتحرك في حاله وجود مخاوف، ولكن بالنسبه للاقتصاد المصري مع وجود حاله من الاستقرار والامان، البيانات الايجابيه، الشهادات الدوليه، ايضا التحركات الايجابيه اللي من جانب الحكومه، وشفنا في الفتره الاخيره ان في تحركات ومحفزات لمناخ الاستثمار، وايضا نتوقع ان البنك المركزي هيستمر في خطه التيسير الكمي عشان ينعش مناخ الاستثمار، نتوقع ان مصر في ظل الظروف الموجوده الحاليه في المنطقة إن هي تبقى مصدر جذب لهذه الاستثمارات. تمام. طيب في توقعات يعني بأن مسألة تراجع أسعار الفائدة هذا السيناريو ربما يستمر بنسبة 1% أو أكثر قبل انتهاء 2019، هل هذا الأمر قد يعني خروج الأجانب من السندات ودخول أموال جديدة إلى البورصة أم مع تراجع سعر الفائدة أم يستمر إقبال الأجانب على السندات؟ طيب في نقطة مهمة جدا حابة أفهمها، أولا الأجانب لما بيبصوا لحاجة اسمها العائد الحقيقي، بمعنى إن مع انخفاض معدلات التضخم الحالية ما زال العائد اللي بيحصل عليه الأجانب من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة يعتبر الأعلى ما بين الأسواق الناشئة، فبالتالي استمرار مصر في سياسة خفض الفايدة مع انخفاض معدلات التضخم ده هيعزز من استثمارات أو وجود استثمارات الأجانب في السندات والأذون. ولكن خليني أقول لحضرتك إن يمكن الهدف الأهم حاليا في هذه الفترة بالنسبة للحكومة المصرية، وده يمكن اللي احنا ابتدينا نشوفه على مدار الشهور الماضية، هو تعزيز مناخ الاستثمار في الاستثمار المباشر.
وبالتالي احنا يمكن بنسعى حاليا الى جذب استثمارات. الى احنا دلوقتي حسنا البيئه بصوره عامه يعني بالظبط كده. يعني عندنا مصر تحسنت حتى في مؤشر التنافسيه بصوره كبيره جدا، الطرق والكباري، مؤشرات البنيه التحتيه، كل هذه المؤشرات يمكن علشان نقدر نجذب السيوله الاهم او الاستثمارات الاهم الى الاستثمار المباشر. ويمكن ده الهدف اللي احنا بنسعى اليه حاليا، مش اذون وسندات الخزانه، وما زلت بقول ان هيعتبر العائد الحقيقي الاعلى في الاسواق الناشئه. طيب في حاله ترقب لنتائج اعمال الشركات مع فرض الرسوم على الحديد والبلت، ومع ايضا تراجع اسعار الغاز بالنسبه للشركات كتير عامله في بالغاز الطبيعي. هل نتائج الاعمال من المتوقع انها تكون ايجابيه، والى اي مدى تنعكس هذه الايجابيه اذا كانت ايجابيه على اداء اسهمها في الاسواق؟ طيب عشان نبقى واقعيين، القرار ده لسه صادر، يمكن ما كملش، في بعض القرارات ما صدرتش الا بقالها ايام، فبالتالي ما نتوقعش ان الاثر الفعلي هيكون على البيانات الحاليه او بيانات الجزء او الكوارتر الثالث من هذا العام. يمكن انا بتوقع مع نهايه هذا العام وبداية العام القادم ان احنا نبتدي نشوف هذا التأثير بصورة مباشرة، انخفاض اسعار الغاز للمصانع وخاصة الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، ده متوقع ان هو هيكون ليه تأثير ايجابي بصورة كبيرة جدا. ايضا القرار الخاص بفرض رسوم اغراق على البلد، قلنا ده هيكون في مصلحة المنتج المصري ومصانع الدورة الكاملة، وخلينا نقول ان من المتوقع ان ده بعض هذه الشركات اللي كانت بتعاني على مدار الفترة الماضية، اتوقع ان هيكون التأثير ايجابي بصورة كبيرة في خفض معدلات الخسائر خلال هذه الفترة. أكثر القطاعات المستفيدة من هذه القرارات إيه؟ يمكن عندنا قطاع الحديد والصلب، في قطاع الأسمنت، عندنا قطاع السيراميك، قطاع الألمنيوم. يمكن إحنا كمان بننتظر بقى قرار هام جدا من جانب الحكومة حاليا في استمرار من التحفيز الصناعي. يمكن إحنا بنتوقع أو بنطالب بخفض تكلفة الكهرباء لبعض المصانع زي قطاع الألمنيوم مثلا أو مصانع الألمنيوم، يعتبر أحد أهم ارتفاع أو أسباب ارتفاع التكلفة وارتفاع أسعار الطاقة زي الكهرباء اللي بتشتغل بيها هذه المصانع. فبالتالي خلينا نقول إن إحنا بننتظر من الدولة استكمالا لهذه القرارات والاتجاه إلى خفض هذا النوع من الطاقة. طيب معنا خبر متميز، هو موافقة إدارة هيئة الرقابة المالية على مقترح خفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من المؤسسات، وهو بواقع 20%، يعني هتصبح 5% من 26، برضو في حالة عرض هذه الموافقة على مجلس الوزراء وإتمام الموافقة واتخاذ الإجراءات انعكاسات هذا القرار. طيب خلينا نقول ان هيئه الرقابه الماليه تبنت هذه الفتره اتجاه الى خفض تكلفه المعاملات او خفض تكلفه الخدمات اللي بتاخدها المؤسسات العامله في المجال. زي مين المؤسسات دي؟ هيئه الرقابه الماليه والبورصه المصريه وصندوق حمايه المستثمر ايضا ومصر المقاصه. دي الاربع جهات اللي بيتم خصم جزء او بتاخد مقابل خدماتها. فيمكن الهيئه اتجاها منها الى تشجيع وخفض قيمه المعاملات لجذب مستثمرين جدد، ومن اجل طبعا ان احنا زي ما بنقول كده بنقدم السبت عشان نلاقي الحد، فاحنا يمكن بنتقدم بهذا المشروع او هيئه الرقابه الماليه بتتقدم في اطار ان احنا بنوري ان هذا الامر هيكون ليه تاثير ايجابي وسريع. فبالتالي احنا بنامل من الحكومه معاوده دراسه فكره ضريبه الدمغه مره اخرى وضريبه الارباح. دي بادره او مقدمات سيناريو مناقشه ضريبه الدمغه. خليني اقول ان ده من وجهه نظري انا بتوقع ان الامر هيمشي في هذا الاتجاه، خاصه ان الخفض ده هيكون ليه تاثيرات ايجابيه بصوره كبيره. زي ما ذكرنا ان المستثمر الفرد اللي بيمثل حوالي او الافراد اللي بيمثلوا حوالي 60% من هيكل السوق المصري هم الاكثر تاثرا بهذا القرار برفع قيمة المعاملات. ففي حال الاتجاه إلى خفض قيمة المعاملات أتوقع أن ده هيكون لي مردود سريع جدا على معاملات الأفراد. إيه مؤشرات استجابة السوق للشورت سيلينج اللي بدأ بالفعل تدريبه وإجراء التدريبات في البورصة وفي كثير من الشركات على سرعة التعامل، ومترقب أن تطبق هذه الآلية في خلال ربما أسابيع على أقصى تقدير يعني؟ طيب أنا شايفة أن قبل ما يتم تطبيق هذه الآلية يجب تهيئة المتعاملين لما هي آلية الشورت سيلينج. الشورت سيلينج مش هو زي الزيرو، لا، هي آلية بتستخدم للتحوط في حال هبوط السوق، بمعنى أن في حال هبوط السوق بيبقى المستثمر ما فيش في إيديه أي حاجة يقدر يعملها علشان يقدر يحافظ على أو يحقق جزء من الأرباح أو ضد عملية هبوط السوق. فكرة الشورت سيلينج أو الاقتراض بهدف البيع هو أن المستثمر هيقترض جزء من الأسهم اللي هو أو هيقترض أسهم وهيتم بيعها في مقابل أن هو بيضارب على عملية الهبوط.
تمام. مش على عملية الصعود. فيجب يفهم خطورة هذا الأمر، إن في حال ارتداد السوق وصعوده وهو ما قفلش البوزيشن بتاعه، ده هيؤدي إلى خسارة في محفظة العميل. فيجب هنا على الشركات ويجب هنا على الجهات العاملة في هذا المجال إن هي تتجه بدورات لتدريب المتعاملين، يبقى فيه دليل لشرح هذه الآلية علشان نقدر نفيد المتعاملين بصورة أكبر. يبقى اللي محتاج التدريب هم المتعاملين فعلا، مش المؤسسات نفسها. هي المؤسسات يمكن بيتم تدريبها يعني، علشان خاطر تنفيذ الآلية زي من جانب الجهة الأوبريشنز أو الجهة التشغيلية داخل الشركات. تمام. طيب نرجع لسعر الدولار اللي بيتراجع ومستمر في هذا التراجع، وهناك توقعات قبل انتهاء 2019 يكون أسعار الدولار يعني ربما كسرت رقم 16 جنيه، مع طبعا أي متغيرات بتحصل في الدولار الجمركي وما إلى ذلك. يعني إلى أي مدى أيضا هو أيضا خاضع لعملية التسعير، إلى أي مدى يؤثر هذا التراجع في سعر الدولار على إقبال الاستثمارات الأجنبية؟ طيب هو خلينا نقول بس بصورة عامة، أنا مش عايزة أعول على فكرة تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري في هذه الفترة بصورة كبيرة جدا. أولا إحنا بياناتنا بتتحسن، عندنا ارتفعت إيراداتنا من السياحة وده كان أمر هام جدا، ويمكن ابتدينا نشوف إن إحنا رجعنا لمعدلات ما قبل الثورة تقريبا، وده أمر إيجابي. شفنا تحويلات المصريين في الخارج، شفنا إيرادات قناة السويس. يمكن ما زلنا بنعاني في بند الصادرات، ولكن ده أتوقع نتيجة تراجع معدلات الطلب العالمية، مش أمر خاص بالحالة المصرية. ولكن بصورة عامة تحركات الدولار خلال هذه الفترة هتتسم بنوع من التذبذب، ولكن ارتفاع الجنيه ده بينعكس أو بيعكس الحالة الإيجابية نتيجة البيانات الإيجابية للاقتصاد المصري. الجنيه انخفض بصورة كبيرة جدا بعد التعويم نتيجة عمليات المضاربة اللي كانت بتحدث عليه، فبالتالي القيمة اللي انخفض عليها بشهادة المؤسسات الدولية كانت أقل من التوقعات. تمام. طيب ايه مصير الاسهم؟ كتير بيسالوا على السؤال ده الحقيقه. مصير الاسهم اللي خسرت اكتر من 70% من ثمنها لما كان المؤشر عنده 18400 نقطه، وهي لا تزال في قاع السوق وفي حاله من الركود مع الثبات دون اعطاء اي مؤشرات للتفاعل مع الايجابيات او السلبيات، ربما هي عند دعوم يعني صح التعبير معرفش نهائية يعني. طيب أنا حابة أن أنا ألفت انتباه السادة المستثمرين إلى أمر هام جدا، إلى مؤشر بنسميه مؤشر السيولة. بمعنى إن مش معنى أن حضرتك بتتداول على السهم ده تفضل ماسك فيه، السهم ده كسر نقط وقف الخسائر وحقق لك خسارة كبيرة في محفظتك، فأنت تفضل متمسك بيه إن هو هيطلع لمستويات شراك. مش معنى ان انت بتتمنى هذا الامر ان هو هيحدث. خلينا نشوف مؤشرات السيوله خلال الفتره الماضيه او خلال السنتين الماضيتين، لاحظنا ان اغلب مؤشرات السيوله في السوق المصريه بتتجه الى الاسهم القياديه، فلا يوجد ما يمنع ان انا كمستثمر ابتدي اتعامل مع الاسهم القياديه. الاسهم القياديه دي مش حكر للمؤسسات او الافراد ذوي الملاءه الماليه المرتفعه، بالعكس في اسهم قياديه هتحقق لك هوامش ربحيه تقدر تتعامل عليها. وخلينا نقول ان لغاية دلوقتي بعض الأسهم اللي هبطت بصورة عنيفة خلال الفترة اللي فاتت نتيجة تعاملات الأفراد، مش هنلاقيها الأسهم القيادية، لا هنلاقيها الأسهم الـ EGX 70، لأن زي ما بنقول تعاملات الأفراد جزء منها بيميل عشوائية إلى جانب المارجن كول اللي كان بيسبب ضغط بيع عنيف على هذه الأسهم، فبالتالي الفكرة العامة إن هي محتاجة سيولة كبيرة جدا عشان تقدر تستعيد تاني. بالظبط. قطاع الأعمال واضح إن الحكومة مولية اهتمام، مؤكدة السياسات تحديدا بقطاع الأعمال وشركات الممثلة لقطاع الأعمال في الشاشة أو على في البورصة المصرية تحديدا. المتوقع أن يتخذ أو يستجد على قطاع الأعمال بخلاف بعض الشركات التي ستقوم الدولة بطرحها من شركات قطاع الأعمال؟ في الحقيقة ما يتم الإعلان عنه هو أمر بيثير الإعجاب بصورة كبيرة جدا، فكرة إعادة الهيكلة. يعني إحنا عندنا قطاع ابتدى يبرز خلال هذه الفترة في كل تصريحات وزارة قطاع الأعمال هو قطاع النسيج، والقطاع ده قطاع هام جدا لأن مصر على مدار سنوات طويلة وعلى تاريخ مصر كان يعتبر من أهم القطاعات، وللأسف هذا القطاع هبط بعماله أو بالعمالة اللي فيه وهبط بمصانعه بصورة كبيرة جدا، وأصبحت أغلبها مصانع متعثرة. ولكن لاحظنا اهتمام سيادة الوزير واهتمام الوزارة كلها بهذا القطاع وإعادة هيكلته. أنا بتوقع على مدار السنوات القادمة إن احنا نشوف نشاط ملحوظ وأداء إيجابي لهذا القطاع. عندنا بعض القطاعات بيتم دراستها زي قطاع الأسمنت وقطاع الحديد والصلب، في دراسات بيتم وضعها قطاع الإسكان. يمكن سيادة الوزير بيعلن في الفترة الأخيرة عن إن إحدى أكبر قطاعات أو إحدى أكبر الشركات الخاصة بهذا المجال زي مصر الجديدة بيتم دراسة كراسة الشروط من أجل أن فيه يبقى فيه
تتقدم مجموعة من الشركات لإدارة 10% من هذه الشركة العملاقة وإعادة تطويرها مرة أخرى وتقديمها. فطبعا كل دي مؤشرات إيجابية على اتجاه الدولة إلى تحسين مناخ الاستثمار. طيب أفهم كلام حضرتك، هل لا يزال هناك بقية أمل في أسهم قطاع الأعمال أن يتم الاستثمار فيها، أم أن منطق الاستثمار في ظل المتغيرات المتلاحقة أصبح صعب لاتخاذ القرار فيه دلوقتي؟ طيب فكرة ان انا استثمر عشان انا بتوقع الفترة الجاية هيحصل ايه، دي فكرة مش سليمة استثماريا قوي. تمام. زي ما بنقول خلينا نتعامل على مؤشر السيولة، انت بداخل بفلوسك في البورصة فانت لازم بتحقق عائد. النهاردة بتقارن العائد ده مع نهاية العام بالعائد بتاع البنك، يعني انا لو حطيت فلوسي في البنك بدون اي مخاطرة بنسميه الريسك فري هاخد قد ايه، فاذا ما حققتش هذا العائد يبقى انا بخسر. تمام. فالفكرة العامة ان انا احط فلوسي في حاجة علشان بعد 3-4 سنين هتجيب لي عائد، احتمال تجيب لي عائد، دي فكرة استثمارية مش صح. فلازم حاليا دلوقتي انا بنصح السادة المستثمرين ان هم يبتدوا يتجهوا الى الاسهم الاكثر تحركا. اداء الاي جي اكس 30 اثبت تفوقه على اداء الاي جي اكس 70، يجب الا بعض الاسهم طبعا، وخلينا اقول لحضرتك مؤشر السيولة هو المؤشر الاهم في هذه الفترة. تمام. شركات الممثلة او شركات اسهم شركات السياحة مع ارتفاع معدلات ووصول مصر الحمد لله لأكبر معدل سياحي يتفوق عن أداء 2010 اللي كان بيحكي عنه، مع توقعات مع قبال موسم السياحة، فقطاع السياحة متوقع له حالة من الانتعاش، قطاع الكيماويات مرتقب له أيضا حالة من الانتعاش مع تراجع أو مع وضع سعر جديد لأسعار الغاز. ترتيب القطاعات عندك شايفاها ازاي على مدار الفترة القصيرة القادمة؟ يمكن خلينا انا شايفة هتكلم على المؤشرات اي جي اكس 30 احسن من اي جي اكس 70 في الاداء. خلينا نقول على مستوى قطاعي، ما زلت شايفة ان قطاع البتروكيماويات خليني اتفق مع حضرتك يعتبر من اهم القطاعات اللي اتوقع ان هذه الفترة ان هي تتحرك بصورة ايجابية صعودا، وهتتحرك بصورة ايجابية لو السوق هبط هيكون متوقع ان هي تتماسك او معدلات الهبوط فيها هتكون اقل من معدلات هبوط السوق. عندنا ما زلت بقول ان بعض القطاعات زي قطاع مواد التشييد والبناء هيستفيد من القرارات الاخيره والمحفزه لهذا المناخ. شايفه ان القطاع العقاري على مدار الربع الثالث من هذا العام لم يشهد النشاط اللي احنا متعودين عليه في البورصه، كنا دايما بنقول القطاع العقاري هو القطاع الاهم الاسود يعني. للاسف خلال الثلاث شهور الماضيه للاسف ما شفناش سيوله كبيره، ولكن اتوقع مع نهايه هذا العام وانخفاض والاستمرار في سياسه خفض الفائده ان هذا القطاع هيعاود الظهور والنشاط مره اخرى، ولكن ننتظر دخول سيوله فيه، مش معنى كده ان احنا نستبق هذا الامر. والقطاعات دي ممكن تحل محل التجاري؟ لا التجاري، خليني اقول لحضرتك ان التجاري مازال بيعتبر هو السهم القائد والسهم المفضل للمؤسسات الاجنبيه، وده بيرجع الى قوه هذه المؤسسه بدون يعني بدون دخول في تفاصيل نتائج الاعمال القويه لهذا البنك، الى جانب ان القطاع المصرفي دلوقتي امامه تحدي كبير. يمكن احنا بنتوقع من 2020 هتتاثر اغلب نتائج اعمال البنوك، وخاصه البنوك اللي كانت بتتعامل على اذون وسندات الخزانه بالمعامله او المعالجه الضريبيه الجديده اللي المفروض هيتم اللي تم فرضها خلال الفتره الماضيه، قلنا هيظهر اثرها في 2020. فهنا برضو يجب ان احنا يبقى عندنا يعني نوع من الحذر على تعاملاتنا واعاده تقييم للاسهم بعد هذه المعالجات. 2019 اوشكت على الانتهاء موقع وموقف اسهم اطروحات مع مع الحاله السوقيه، ولا يزال السيوله دون الرضا يعني. طيب انا هاعاود رايي في هذا الامر، ما زلت بقول ان القرار الحكومي او القرار الوزاري اللي تم اصداره بشان فكره الطروحات او زياده رؤوس اموال بعض الاسهم وطرح حصص ليها في البورصه اللي هي المطروحه اساسا، طرح هذه الحصص بمتوسط سعر اخر شهر بلس اور ماينس 10% ده قرار مجحف جدا لهذه الاسهم، واثر بصوره كبيره لان المتلاعبين اثروا او ابتدوا ان هم يضغطوا على اسعار هذه الاسهم وبعدوا تماما عن القيم العادله. فبالتالي طرح حصص اضافيه من هذه الشركات اللي تعتبر شركات قويه جدا في قطاعات قويه في هذا التوقيت هيهدر جزء من اموال الدوله، ولكن ما زلنا بنقول احنا بنامل في طرح كبير، طرح جديد، اتوقع ان هذا الطرح هيجذب سيوله كبيره، وعندنا قصص تمت في الفتره الاخيره بعض الطروحات الخاصه وبنسب قليله يمكن حققت معدلات ربحيه، ده معناه ان السوق متعطش لمثل هذه الطروحات.
في الثواني المتبقية بداية جلسات الأسبوع أداء متباين، رؤية حضرتك توقعاتك لبيت إن شاء الله؟ ما زلت بتوقع إن إحنا هنتحرك بصورة عرضية ما بين مستويات ال 14,000 أو مستويات ال 13,900 لمستويات ال 14,300، وما زلت بقول إن إحنا يعني نحافظ على عملية التداول على المدى القصير أو المتاجرة على المدى القصير ونتابع مؤشرات السيولة ونقاط وقف الخسائر. أستاذة رانيا يعقوب خبير أسواق المال في نهاية حلقة النهاردة، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتينا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم حضرتك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامج مؤشر النيل، نشكركم وإلى اللقاء حلقة الغد وفرق عمل جديد.